وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسار. الدولي ومجموعات المركب الدولي إدارة غزة المسلمة بين الشعوب الوسطى والقصور الضجاري والحدث الدولي الأبرز المالي والاقتصاد العالمي على أرض إفريقيا بعد خروج السياسة. والأكيد أن هذا الإشعاع الدولي سيتعزز خلال المرحلة المقبلة مع مواصلة تنزيل أوراق الدولية الكبرى التي كانت موضوع توجيهات ملكية ثانية من خلال إطلاق برنامج مراجعة متجددة، وهو برنامج أروح مجسد الإرادة القوية لصاحب الجلالة حفظه الله لضمان تطور متوازن ومندمج ومستدام لهذه المنطقة الغنية. ويعلم من أهداف هذا المشروع المهيكي مواكبة النمو الحضاري والديمقراطي الذي تشهده المدينة وتعزيز جانبيتها الاقتصادية ودعم مكانتها كقطب سياحي عالمي وتحسين بنيتها التحتية السوسيوثقافية والرياضية وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بها. يضاف إلى ذلك المشاريع التي تمت برمجتها سواء في إطار برنامج إعادة تكوين المدارات السياحية والروحية في المدينة العتيقة لمراكش، أو في إطار برنامج تأمين المدينة العتيقة باعتماد مالية 6.65 مليون درهم لإنجاز 55 مشروعا وصلت نسبة إنجازها 97%. حضارة السيدة والسادة، تحظى وزارة الداخلية بأدوار استراتيجية هامة كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراق والإصلاحات بحكم تواجدها الترابي وبفعل ما حولها الدستور والقوانين والاختصاصات الواسعة لتعيين النهوض بها بكل ما يلزم من هذه القوى والفعالية، ومما يزيد من حجم المسؤولية المقاطعة عن المصالح الترابية لوزارة الداخلية هو مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم التي تفضل.